سوري يكون في مايكروفون عندك. طيب احنا مش مهم في مايكروفون ثاني في اوكي. طيب ربيع الحمد لله وصلى الله على رسول الله. يعني الحمد لله وصلى الله على رسول الله. احنا بنشكركم جميعا على صبركم علينا يومين اليوم وامس، وطبعا نتمنى ان بكره يكون احسن من اليوم واحسن من امس. واحنا سعداء ان احنا كلنا موجودين عشان نناقش قضيه محوريه بتمس شعب بيعاني منذ سنوات في مجالات كثيره، ونحن تخصصنا هو التخصص المجال الانساني الاجتماعي لمساعده الشعب السوري سواء كان في الداخل السوري او في الخارج السوري. الجلسه دي جلسه مفتوحه بالنسبه لكم جميعا او بالنسبه لنا جميعا، ومعنا الاستاذ مصطفى عثمان والاستاذ هارون، واما حد كل واحد فيهم خمس دقائق لنبدا. راح الكلام راح لنبدا جيت تاني اهو، وبعدين بقى نفتح الاسئله لينا جميعا. خلاص نبدا بمن مصطفى. تفضل. اوكي السلام عليكم. اولا انا شاكر ليكم، واليومين الماضيين احنا اتعلمنا منكم مثل ما شاركنا معاكم بعض الخبرات اللي اكتسبناها في بلدان اخرى تتشابه الى حد كبير مع الوضع في سوريا وتختلف في امور اخرى. الوصيه المهمه جدا اللي احب يعني اترككم بيها هو مفهوم المرونه. المرونه في التخطيط لمستقبل مؤسساتكم. يعني الوضع على الارض زي ما شفنا كلنا بيتغير، وبيتغير بسرعه جدا وتغيرات جذريه سواء داخل سوريا او في الدوله المضيفه هنا في تركيا. فما نراه الان يختلف كثيرا عما رايناه من اربع خمس سنوات، وانتم شاهدين على ذلك. وما سيحدث او ما سنراه في السنوات القريبه القادمه هيكون مخالف تماما للوضع اللي احنا فيه الان. عشان كده اتمنى ان يكون احد الدروس اللي ناخدها من هذه الورشه فكره المرونه والتعديل واعاده زياره الثوابت المؤسساتيه اللي عندنا حتى نستطيع ان نتغلب على الصعوبات اللي بتواجهنا يوم بعد يوم. شكرا. السلام عليكم. شكرا جزيلا للفرصه ان احنا نكون موجودين معكم في اليومين دول، واتمنى انه يكون غدا يوم ممتاز مع الاستاذ محمد الشوه. الحقيقه يمكن الشيء الهام اللي احب انقله هي ان قضيه الحوكمه الماليه هي جزء من الحوكمه الجيده الرشيده في المؤسسات في المؤسسه ككل، ولا يمكن النظر للحوكمه الماليه على انه شيء منفصل عن اداره حتى المشاريع او اي جزء ثاني من الحوكمه الراشده في المؤسسه. يجب ان يكون للتفكير في الجانب الحوكمه الماليه يبتدئ من بدايه التفكير في اي مشروع ومن بدايه تاسيس اي عمل. بمعنى انه ليس من الصحيح بصفه خاصه في اماكن الطوارئ والظروف التي تعمل فيها المؤسسات في بلد مثل سوريا الآن أنه يتم التفكير في مشروع ويظن أنه الإجراءات المالية يمكن أن تتبع الفكر المشروع، أو أنه على النظم المالية أن تتبع الفكرة في الأمثل في تنسيق المشروع. لا يمكن. الإجراءات المالية في مثل هذه الظروف بتكون قاهرة وحاكمة، ودي ضرورية لحماية المؤسسات والأفراد اللي بيعملوا في المؤسسات. فبالتالي لا يمكن التفكير في مشروع وإعداد ميزانيته وتفكيره ثم نأتي لبتوع المال ونقول لهم في الآخر خذوا ده اللي هننفذه إن شاء الله. ما يمكن هذا الكلام من بداية التفكير، بل إنه في مشروعات
قد يتم تغييرها، تحويرها، تعديلها لتتوافق مع الإجراءات المالية المناسبة للعمل في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي تعمل فيها المؤسسة. حماية المؤسسات وبقائها واستمرارها مرتبط في النهاية بحسن إدارتها وحسن عملها. فالعمل في إطار الجانب القانوني والإجراءات المالية اللي هي بتزداد صرامة يوم بعد يوم هي الوسيلة الأنجع للبقاء المشروعات وبقاء المؤسسات اللي تعمل على الساحة لفترات قادمة كما نأمل إن شاء الله. أنا بما أني لم أكن من المدربين الخبراء أحط نفسي في النص كده عشان أقول أي حاجة يمكن تعجبك. طبعا العمل يمكن هنروح نعرف على العمل في مناطق الصراعات. هو عمل بالدرجة الأولى ليس الهواء، ليس الهواء بل بالعكس الهواء هم اللي بيؤدوا إلى بالحسن نية إلى إيقاع الكثير من المؤسسات والأفراد في مشاكل أمنية ومشاكل أخرى. وده احنا خبرناه في ليس فقط في قضية العمل في سوريا مع النازحين واللاجئين، لكن حتى في أفغانستان، حتى في اليمن حاليا إلى آخره إلى آخره، والبوسنة من قبل. مناطق دي مش مناطق للهواء، مش مناطق للتجربة، مش مناطق لواحد يصحى من النوم ويحب يعمل حاجة فيعملها كده من غير ما يعرف إيه اللي موجود في الأرض. موجود في الأرض دوائر كثيرة جدا 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 تراقب عن كثب كل حركة خروج ودخول على الحدود أو بين النازحين في المخيمات أو بين اللاجئين في المخيمات. منهم من يدرس الثقافة والقيم والعادات والتقاليد، منهم يدرس الحركات الثورية وأصحاب المفاتيح في المجتمعات، ومنهم يدرس مستقبل هذه البلاد فيما بعد يضع خريطة معينة، ومنهم من يدرس اللي هو الشخصيات المؤثرة في هذه المجتمعات، والذين يدرسون كثير. احنا مشكلتنا في العمل الإنساني ان احنا ما عندناش حد يعرف يدرس، او ما عندناش ميزانية للدراسة والتحليل والأبحاث، ودي مصيبة المصايب، مصيبة المصايب. يمكن مصطفى ورهون هيتكلموا عن أشياء متخصصة، أنا بقول المصيبة الكبرى إننا لا نقنن ولا ندرس ولا نؤرشف المعلومات اللي عندنا. حتى إن أردنا في قضية زي قضية البوسنة أن نتابع حالات الاغتصاب أو حالات القتل آخره، ما عندناش آلية في ميزانياتنا في المؤسسات إننا نضع مثل هذه الميزانيات لكي نأتي بالحقوق مرة أخرى ونقدمها لمحكمة العدل الدولية في الهيك، في المحكمة الجنائية الدولية. اوكي، الجنائية الدولية. فلذلك هارون متخصص في المالية، مصطفى متخصص في بناء المجتمعات والعمل في مناطق الصراعات، انا متخصص في الفجوات. وانا قضيتي الحالية ان فكرنا الانساني ناقص. حسنا ننظر للتأهيل ولا للتسجيل والبحث كأنه أولوية من أولويات العمل اللي احنا بنتكلم عليه. احنا مش هنتكلم كتير، لكن هترك الفرصة ليكم تسألوا السؤال لأي حد عندكم ميكروفون أو تيجوا هنا قريب عشان تسألوا ما تشاؤون. طبعا احنا عاملين لايف ستريم، يعني عشان تعرفوا يعني اللي عايز يسأل في اللايف ستريم يسأل، اللي عايز ما يسألش يسمع بس. ونحلوك بلاء، جزاكم الله خيرا، سائلين أم مسؤولين أم مسائلين، أنا مش عارف الفرق بين الثلاثة إيه، لكن هو كلام بيتقال كده وأنتم هتضحكوا وتنبسطوا إن أنا فاهم اللغة العربية وأنا مش فاهم حاجة. حاشا من المحشا. يلا يا رواد، من يبدأ يقص الشريط؟ شفت أنا متوقع كده، توقع هذا. تفضل يا أخي. هي وسمر. هي وسمر مرة واحدة. النساء قوامون. أوكي. الله يعطيكم العافية. أنا بدي أبدأ من حين ما انتهيت حضرتك بقضية إنه وجود أبحاث.
اللي بتطلع على الشأن السوري، لا في عنا مراكز متخصصة بالأبحاث، وفي عنا منظمات بدأت بشكل عشوائي لكن حقيقة بالسنوات الأخيرة تخصصت وصارت تعرف بالضبط كيف تشتغل. أكيد بالبداية ما كان في حوكمة مالية، لكن صار في بالأخير بضغط، لأن العمل اللي خلينا نقول المتلاحق، الضغط المانع، ضغط الوضع القانوني التركي أجبر بالأخير أن تمشي بسيستم بدأت تتعلم بالغصب. هذا موجود، لكن الشيء اللي ينقص طالما عم نحكي عن الفجوات، نحن فقط الربط. يعني لو كل مؤسسة مثلا بتتابع ما يجري أو ما تخرج من مراكز الأبحاث، وبدينا مجموعة من مراكز الأبحاث رائعة، شو اللي عم يصير على الأرض حتى نقدر نخطط صح؟ إحنا بدل ما نفهم حالنا بالتفكير ماذا بعد مثل اليوم اللي تكلمنا فيه، في مراكز بتطرح أبحاث وعميقة وقوية ممكن ينبنى عليها. فدائما الفقد الموجود هو قضية كيف نربط هالأجسام القوية والرائعة والناضجة، كيف تستفيد من بعضها البعض. أنا دائما بدافع عن رابط الشبكات كجسم ممكن إذا انشغل عليه صح يكون هذا الجسم هو القناة الوحيدة حاليا اللي ممكن تنسق هذا الشيء. باللقاء الأخير لرابط الشبكات طرح قضية إنه خلينا نقول فرض كل الشبكات ثم إعادة تركيبها على شكل منصات متخصصة وضم المراكز البحثية، إنه كثير من نحن خططنا القادمة مبنية على أبحاث هؤلاء، فضمهم والاستماع لهم يكون دائما في ورش مشتركة ما موجود. لاحظ نحن بندعو هون دائما منظمات، ما خطر ببالنا ندعو أحد المراكز الأبحاث الموجودة هون ولها شغل ولهم عمل رائع. للأسف الشديد المخرجان ما يستفيد منها غيرنا ونحن. فبتمنى إذا في ورشات قادمة هي تجي بهذا الاتجاه، يعني اللي بيقول لك ما في حوكمة، يعني سوري أنا خلينا نقول إحنا الآن قطعنا 7 سنين، أنا بتخيل كثير من الوسط قطع هذا الشوط، لكن أوكي كيف نجمع هذا الحكي كله؟ أنا بتمنى كل الورشات القادمة بهذا الاتجاه، كيف نجمع الكل على طاولة واحدة؟ شكرا. كيف ممكن نستفيد من الكل؟ وشكرا. شكرا. يبقى ده أول سؤال، أول توصية، عايز حد بس يكتب النقط. في أخت جنبها وبعدين أخونا خالد بالخالد. الأخت اللي جنبها كانت رافعة إيدها، في أخت كانت رافعة إيدها ثانية. مفيش؟ طيب يبقى خالد في الخلف. هو الكلام مو بس في موضوع الأبحاث، لأنه أنا أعتقد أن المطلوب اليوم ليست أبحاث مراكز الأبحاث أو على الأقل اللي ذكر الدكتور هاني. إحنا محتاجين بحث تخصصي في المجالات اللي إحنا عم نشتغل فيها. اليوم تأسس اتحاد رعاية الأيتام، تأسست الاتحاد منظمات المجتمع المدني، كان أحد الأدوار الرئيسية له هو يكون في البحث. أنا كجمعية البحث مكلف علي، ولكن إذا كنا 10 جمعيات والبحث بده يكلف 5,000 دولار 10,000 دولار في استمرار على 5,000. ولكن الحقيقة إنه ما زال وعي القائمين على الجمعيات والسورية منا ليس في هذا المجال. بيقولك إذا وجدت مانح إحنا نشتغل. أنت ما معناته يعني هذا الوعي ما موجود. نحن اليوم ما نستنى مانح يجي يعطينا. أنا اليوم بدي أشتغل في موضوع المخيمات. اشتغلنا على جزئية إنه هل اليوم المخيم بفيدنا ولا لا؟ هل أطلعنا بشكل البيوت الحالية اللي عم تنشغل بيوت الفقراء وقتها ولا لا؟ أنتقل لموضوع المايكرو فاينانس وشو أثره على السوق. اليتيم اليوم، تصوير اليتيم والأبحاث اللي عن عدد الأيتام لليوم ما في دراسة متخصصة تقول قديش أنا حجم المشكلة عندي في موضوع الأيتام. ما عندي ولا دراسة متخصصة داخل سوريا في الشمال السوري على مشكلة المياه ولوين رايحة، صار في حفر آبار جائر لوين رايحين. إلى اليوم هاي الدراسات ما موجود، هاي مو مراكز الأبحاث ما بتعطينا إياها، هي نحن حسب شغلنا بنقول أنا يجب أن أعزز قراري ببحث من الواقع. إحنا مو نعمل نيد أسسمنت وكذا، طيب محدود لمستوى مشروع، لمستوى أكبر ما موجود. مين عنده اليوم القدرة 10 جمعيات تقول نحن بنشارك معاكم في بحث مهمنا كلنا وكل واحد يدفع مبلغ معين؟
راح تلاقي هذا بعد لك جيب مانح او جيب حدا يمول ونحن معك، ما عمل شيء هيك، لانه المانحين اللي نحن بنعرفهم سواء دوليين او ما زال هذا الموضوع حتى بعيد عنهم، بس نحن اصحاب الوجع يعني لازم ما صاحب الوجع هو اللي بيفكر في هذا الموضوع. فموضوع البحث حقيقه وجهد الاتحادات والرأي يجب ان يكون يعني 50% منه لهذا الموضوع، والبقيه الاجتماعات الثانيه واللي عم تصير للاسف انه ما زال ضعيف في هذا الموضوع. شكرا شكرا. انا بدي اعلق بالنسبه. طيب طب بس حناخذ كمان سؤال وبعدين نديكم تبع ثلاث اسئله نديكم الفرصه تعلق. حد ثاني من الشباب عايز يعلق او يقول له في نفس الموضوع؟ اليوم انا اتكلمت عن الفجوات وخالد اتكلم عن الابحاث. هكون مختصر. السؤال لحضرتك الدكتور نعم والدكتور مصطفى. حضرتك كنت اعطيك عن الفجوات بشكل عام. انا بدي من واقع خبرتكم في عده دول، ما هي الخطوات العمليه تراها من كفانا تنظيم يجب ويجب ان نفعل وعليهم و طيب. شيء براكتيكال. نفس الكلام وجه الدكتور مصطفى. راكتيكال كيف يؤثر القرار الدولي؟ كيف يؤثر القرار الدولي؟ حضرتك شرحت الميكانيزم اليوم والآليات والمنين جوا وصلوا بيدخلوا. طيب. أعطيني تصور لو سمحت. خلاص خير إن شاء الله. طب نعلق على الأبحاث وعلى الأفكار دي أو بيقطعوا شجر أو بيعملوا كده، راجعوا نفسكم بسرعة. نوعية الفيول اللي بتستخدم الأشياء دي كلها، هناك مبدأ الدون وهار أحد مبادئ العمل الإنسانية. و لابد من النظر فيه بعين الاعتبار. الاغلب علمي حسب علمي اغلب الدونرز المانحين بيشترطوا في تقديم المشاريع ان انت تعمل فقره عن امباكت تاثير تاثير المشروع على البيئه. هل بتعملوها ولا لا؟ راجعوا نفسكم في هذه المساله دي نقطه. بالنسبه للخطوات العمليه في موضوع التاثير على القرار في العمل الإنساني، اولا رجاء ما تقللوا من حجم المؤسسات السوريه ودورها واللي عملته. انا واحد من الناس اللي بداوا في العمل مع سوريا من اول القضيه الاخيره لحد الان. المؤسسات المجتمع المدني السوريه والمؤسسات الانسانيه السوريه ما شاء الله انجزت انجاز انا بعتبره من افضل المؤسسات في القضايا الاخرى بالمقرب بجميع كله السودان بنجلاديش افغانستان. اعتقد المؤسسات السوريه طلعوا شاطرين قوي يعني اتعلموا بسرعه وفهموا بسرعه وان كان هناك بعض الفجوات الكتير. ومن افضل النماذج اللي انا شفتها في التاثير على قرارات منظمات الامم المتحده انا شفت اخواننا بتوع المؤسسات السوريه متمثلين في الرابطه اظن الرابطه والشبكه السوريه ومين تاني؟ الاتحاد الاتحاد والاتحاد حاضر مش حاضر ولا لا. فكان لهم تاثير وتاثير كبير وصحيح لم يؤخذ بكل ارائهم في كل المرات لكنه سببوا صداع لجماعه اوتشا وجماعه الامم المتحده الى اخره. الامور العمليه ايه؟ مزيد من اللي انتوا بتعملوه. اول شيء الحضور، انك تحضر، انك تتواجد، تحضر الاجتماعات اللي هو مجموعه ليزن جروب، ما تحضروا اجتماعات اللي هي الان جي او فورم، تحضر. حضورك في حد ذاته بيعمل اثر. رقم اثنين تعملوا الواجب بتاعكم، يعني تعمل هوم ورك بتاعك، تقرا القضيه بشكل كويس جدا، تكون إيجابي إلى آخره. موضوع المشاركة في الشبكات الدولية زي إكفا وزي إنتر أكشن سكن وغيره، الشبكات الدولية دي أنا أظن لحد الآن ما فيش منظمة سورية مشاركة في إكفا. أظن لازم بسرعة تخصصوا مؤسسة وتمثل في إكفا وكلها تأثير. إكفا بتعمل اجتماعات سابقة لأغلب المنظمات الإنسانية الأممية، لأغلب يعني اليونسيار قبلها بيوم بيجتمعوا، الأوتشا قبلها بيوم بيجتمعوا، وقبل اجتماع المجلس التنفيذي يحضروا. فلما تحضروا الاجتماع ده بيكون له أثر كبير جدا. وتختاروا حسن اختيار الشخص اللي يروح ويأثر ويتكلم، ما تختاروا أي شخص، لأن أنا برضو شفت نماذج في سوريا هنا اختاروا شخص مناسب للأسف
ضيع حقوق كثير جدا من المؤسسات لانهم اختاروا غير مناسب واختاروا شخصيه غير مناسبه فضيعوا حقوق كثيره جدا. وفي نماذج اخرى جيده. فهذا ما اوصي به ك يعني خطوات عمليه. طب استكمالا لما قاله استاذ مصطفى كيف تاثر على القرار لما الناس تعرفك؟ يعني اذا انت اخذت مثل بمؤسسه زي الاغاثه الاسلاميه او اوكسفام او الى اخره في العالم، الناس دي بدات تخش من 20 سنه و25 سنه كمستمعه في المجالس والجلسات اللي بيتكلم عليها مصطفى عثمان دي. يعني في بعض العقليات العربيه والعياذ بالله في التسعينات كانت تكفرنا. تكفر مكفرون. طب نقول اشهد ان لا اله الا الله، نسيت ان انا بقيت كافر يعني، واشهد ان محمد رسول الله معايا. انت من ضمننا؟ انت من قريش ها؟ مش قالوا هل والشباب العيال بتوعه ماشيين ورا المنظمات الغربيه ومش عارف ايه المهم يعني ده اللي حصل. وراحوا حلبوا اللحمه وراحوا عملوا رمضان في البوكسز وطلعوا علينا بلاوي. المهم ده كان في التسعينات. كان في التسعينات يعني من 25 سنه على الاقل. فانت مش ممكن المجتمع الدولي هيعترف بك لان انت طلعت امبارح. لازم يكون لك تاريخ، لازم يكون لك وجود، لازم يكون لك تاثير، لازم يكون لك ناس يعرفوك. يعني من احد الميزات بتاعت الاغاثه الاسلاميه في 2001 لما حصل احداث سبتمبر كنا احنا فتحنا الباب قبلها 10 سنين. فالناس كانوا بيتكلموا علينا في المجالسات الخاصه بتاعتهم. لا احنا عارفينهم. عارفينهم ليه؟ لان في ناس قعدوا معاك. فالتاثير او دخول اي مجتمع والاعتراف بيك هو مسيره. مش كلمتين حلوين وتجيب لحد كده شكله حلو يتكلم بالانجليزي والفرنساوي ولا يتكلم من المناخير ولا يتكلم من ودانه. لا، الموضوع بيبدا والناس ايه بتسمعك وبتفهم الفلسفه وراء الكلام اللي انت بتقوله. لان كل جمعيه لها فلسفه فكريه. اوعى تفتكر ان الانجليزي هو نفس الانجليزي، لا، كل جمعيه بتتكلم بفلسفه رؤيتها وقيمها وتوجهها الديني قيمها ومعتقداتها. فبيفهموك وعلى هذا الاساس بيفهموا انت تفهم المعايير الانسانيه، تفهم مبادئ الاشتراك اللي كان بيتكلم فيها مصطفى النهارده وامبارح او كده وهكذا يعني. فده الناس بتبنيه معاك من خلال المسيره. ولو حد فينا ما امنش بهذه المسيره انسى انك تكون ايه جزء من المجتمع ده او ناهيك عن تكون انت مؤثر في هذا المجتمع. ناخد مجموعه اخرى من الاسئله او التعليقات منكم وبعدين ايه نرجع للمنصه مره ثانيه. يا ريت تكون في الموضوع برضه. الموضوعين. الموضوعين موضوعين بتوع امس واليوم اللي هو لا موضوع الحوكمه بتاع هارون، موضوع الاستراتيجيك ديفلوبمنت اللي هو او الشراكه بشكل عام. او الشراكه بشكل عام. ممتاز. من ضمن الموضوع برضه في الاخ هنا من دكتور الشاعر. لا انت كلمة. انت ما تتكلمش بعدين بس عنده رؤيه نحل بيك. سؤال لكم جميعا طبعا مشكورين. ما هو مستقبل المنظمات السوريه في ظل السياق السوري الحاصل وبماذا تنصحون؟ سؤال ثاني من رامي وبعدين في حد بقى من الاخوات يومانا. يلا يا رامي مين ثاني يا جماعة؟ حمزه عبد الله. حمزه تفضل. يا حمزه فعليا هو تعقيب على موضوع سواء كبحوث او كفهم السياق او موضوع حتى التاثير على القرار الدولي هو يحتاج فعليا منا الى يعني لوبينج اذا صح التعبير وانه نعمل حشد ومناصره بالاضافه الى عمل اظن هيئه او تفعيل الاتحادات او الروابط هي بهالاطار. فعليا نحن هذا ما نفشل به. يعني احنا ممكن يكون عندنا ناس مثل الاخ ابو رشيد ولا غيرهم مدركين الوجع ويشتغلوا بشكل منفصل فلا يصل الصوت. نحتاج الى نوع من التضافر من توحيد الجهود كذلك من نوع من الادفوكسي الموجه في اتجاه الداعمين خصوصا الداعمين. انا ما اتكلم عن الداعمين الدوليين، اتكلم عن داعمين عرب او داعمين يستطيع الواحد التاثير عليهم بشكل اكبر بحيث ان يخصصوا جزء من ميزانياتهم باتجاه تطوير الدراسات باتجاه موضوع بناء القدرات وغيره. شكرا.
رامي، رامي هنا، وبعدين في حد عبد الأخت جمانة. أنا في عندي بس تعليقين وسؤال. التعليق على موضوع الدراسات والأبحاث اليوم، أنا بتخيل اليوم عندنا عدد منظمات لا بأس به، لكن أنت حقيقة تسأل اليوم كل منظمة هل تؤمن أصلاً بالدراسات والأبحاث؟ هي وهي نقطة كثير مهمة، هني عندهم هيك بنت. يعني إحنا في اتحاد المنظمات كان أحد أهم أهدافنا والنقاط المشتغل عليها موضوع الدراسات والأبحاث، وللأمانة بسبب ربما عدم اهتمام منظماتنا نحن بهذا الموضوع ما تم فيه دراسات على المستوى الاستراتيجي العام، وهذا نقد دائما تلاقونه نقد بدناه ذاتي إن شاء الله يكون. لكن القضية الثانية اللي بدنا نطرحها إنه أنت اليوم كجمعية لحد الآن ما بنيت هذه الكوادر التي تقوم بهذه الدراسات، والأبعد من هيك أنت اليوم إذا عملت هذه الدراسة كيف ستستفيد منها أصلاً؟ اليوم قد تكون المعلومة لديك لكن أنت غير قادر على تحليل هذه المعلومة. اليوم إذا نحن كسوري في كثير ناس أنتم بتلاقوا كثير جهات داعمة بتجي بتعمل مشروع بتروح بتاخذ بيانات بتاخذ داتابيس لكن عندها قدرة على التحليل ومن ثم إظهار النتائج لاحقا في استراتيجيات مختلفة. كنت على إحدى الإذاعات وسألوني سؤال، وكنت أنا وأخونا الأستاذ خالد العيسى سألوني سؤال، قال كيف تحمي مؤسسات المجتمع المدني نفسها من الأجندات الخارجية؟ وهذا سؤال موجه لحضراتكم، أنا جاوبت بس بدي أحاول أطابق إنه كيف نحن بنحمي مؤسساتنا حاليا من الأجندات الخارجية التي قد تكون غير وطنية. أنا كان جوابي قلت لهم بتوسيع المشاركة المجتمعية في هذه الجمعيات يلي هو ربما أساس وصلب عمل الحوكمة بشقيها المالي والإداري. شكرا. أخونا حسن، وبعدين الأخت اللي هناك، وبعدين جمان. طيب الله يعطيكم العافية. بدي أحكي بنقطتين كتير صغار. أول نقطة إنه نحن كتير أخذنا مبارح واليوم إشي كتير مهمة، كتير اشتغلنا على معلومات وعلى قصص ما كان عندنا يمكن اطلاع أو اطلاعنا معلومات بحرة سابقا فيها، ولكن كيف منقدر نطبق اللي أخذنا؟ يعني نحن دائما بكل ورشة ناخذ هاي البرامج وعلى التطبيق ما في أي حافز، ما في أي شيء يخلينا نطبق هذا البرنامج. النقطة الثانية بدي أحكي عن نقطة نتني مبارح اليوم، حطينا مشاكل وحطينا حلول. اليوم كان عندنا استراتيجيات، عندنا كان سيناريوهات، دائما كان الحل التوحد. يعني عندي سيناريو لمشكلة ما، حطينا الحل التوحد، بس تعالوا على الأرض يا ترى هل في قابلية أن نتوحد ولو على صعيد بروتوكول صغير يطبق علينا كلنا؟ شو الحل كمان لهذا الموضوع؟ يعطيكم العافيه. شكرا. حسن السابع، وبعدين حناخذ المنصه ونرجع لجمانة والاخت هنا وفي في في الاسئله في الموضوع. حسن تمام، انا ما عندي نقطه اضيفها او سؤال او شيء، اعطيكم بس الواقع بلبنان كيف كان. لبنان 1990 مختصر على السريع، بدات المؤسسات المحليه شو عملوا. يعني جمانة كانت عم تسال شو الحلول، والاستاذ خالد عم يقول عندنا وجع. هذا كله اللي عم تحكوا فيه بلبنان قطعوكم باشواط بالمعاناه، بس انتم قطعوكم بالشجره، سبقتوكم بالشجره. وصلوا بلبنان على انا كنت محظوظ انه احتلت بشقين. الشق المؤسسات اللي هي محليه عملوا اخر شيء بعد ما كان الامور فرديه، وخلال الحرب والازمات في فلوس وعم تنضخ لي فلوس هون، ولا في مساءله ولا رفضيه ولا حلقه ولا شيء. هديت الأمور شوي، بلش الأمور مستدبة، لا صار في مؤسسات، صار في برامج تنمية مستدامة، وهو بلشت التخصصية. وصلت للمؤسسات آخر شيء إنه لازم نحن نكون كونسورت ولازم نكون مجالس، والدكتور هاني حكى بسيطة بعدد كثير من المجالس. قالوا نحن حنكون موجودين. طيب المؤسسات مثل اليو إن ولا عم يفوتوا بالتفاصيل الفنية، يعني مثلا مثل الآبار ولا بدهم أمور فنية وبدهم إحصاءات وأرقام صحيحة. بصوا قالوا نحن الحل آخر شيء عندنا ما عندنا مراكز دراسات. فطلعوا هول المجالس، وبتعرفوا بلبنان كيف إنه مسلمين على مسيحيين على، فكل واحد عامل مشكل الجروب اللي بقوا المؤسسات اللي 20-30 مؤسسة. قالوا نحن بده يكون في لنا هيك الخلاصة اللي صارت بسنة 2002 و2003. عندهم مراكز للدراسات،
عين الشتاء ما يختص بالمخيمات الفلسطينيه لانه موجودين 450 نص مليون. انه نحن بدنا احصاءات عن الواقع الفلسطيني. بدنا احصاءات شو في عندنا نحن ايتام، وانتقلوا من تسميه الايتام لتسميه مكفولين، يعني طلعوا من الوكفه لانا اليتيم بمؤسسات تطور انه لا نحن نكفل اليتيم ببيته، بطل اسمه يتيم صار اسمه مكفول. بلش من خلال شو؟ من خلال مراكز الدراسات. اسسوها وكان تمويلها للمراكز يجي من الشبكات. يمولوا دائما في عندي انا من الاشتراكات يتم تمويله لشقين، الشق اللي هو في دراسه عندي في مركز للدراسات هذا مختص بالوضع الفلسطيني، هذا بالوضع كذا، هذا بالامور الفنيه. الثاني اللي كان الاستاذ رونا عم يحكي عنه بنجيبوا مختصين يعمل مراجعه عليهم على اعضاء الشبكه، مراجعات ماليه ومراجعات اداريه. يجيبوا مؤسسات محترمه ياخذوا اوفرز ياخذوا بيز ويعملوا علينا كشف نحن ليطلعوا تقريرهم السنويين. هذا كان فيما يتعلق في الشق بس هذا اللي حبيت عندي على في سؤال بس عليه. شكرا شكرا. نرجع المنصة هنا تبدا انت. انا ممكن بدي علق على الموضوع. شكرا على الاسئله الجيده، اسئله ممتازه. بالنسبه لمستقبل المنظمات السوريه وربنا عز وجل يفرج على الشعب السوري ويسخرنا لان احنا نستطيع ان نخدمهم كما يجب. اعتقد ان الاجراءات اللي بدات تزداد صرامه هتؤدي لغياب بعض المؤسسات عن الساحه. بعض المؤسسات هتعجز عن الالتزام بالقوانين والقواعد الصارمه اللي هتستجد. ايضا ده هيؤدي ربما لاندماج بعض المؤسسات، وبعض المؤسسات ايضا قد تتشعب وتعمل في مجالات مختلفة عن ما كانت تعمل في الوقت الحالي. أعتقد أن دور الشبكات هو محاولة مساعدة المنظمات حتى أنها تسهل عليها إما الاندماج أو التأكد أنه لو كانت مؤسسة ستتوقف عن العمل ألا يضيع التراث المرتبط بهذه المؤسسة، فيتم الأرشفة وإعداد المعلومات حتى يتم توريثها لجهة مثل المظلة تحافظ عليها وتبقيها لأن ده تراث هام جدا للمستقبل. فيما يتعلق ب يعني سؤال القضية البحثية، يمكن من أكبر المشاكل اللي بتواجه المنظمات الإغاثية إنه الدخل بيأتي مخصص، فتذهب لشخص وتقول له أنا أريد منك إنك أنت تساهم في شيء، يقول لك أخي أنا ما عندي مال لهذا الغرض. هذا يحدث. لذا أعتقد إنه كما إنه المفروض تكون في نسبة 1% أو شيء في كل مشروع لقضية المراجع المالي الخارجي، لازم تكون في نسبة أيضا بشيء للبحث، وهذه تتجمع. دور الشبكات هو هذا العمل. في قضية هامة إن البحوث بطبيعتها يجب أن يقوموا عليها أشخاص ما يكونوش مرتبطين بالعمل المباشر اليومي، لازم تكون فيها شيء من الانعزال عن الحركة اليومية حتى يكون العمل أكاديمي وبحثي ويطلع بنتائج رصينة، ولذا الشبكات قد تكون أفضل في هذا. بالنسبة لحماية المؤسسات من المؤثرات الخارجية والأجندات الخارجية اللي بتحاول تأثر، أعتقد من أكثر الوسائل اللي بتحاول الأجندات الخارجية التأثير على قرارات ومسارات المؤسسة هي الشروط المرتبطة المالية. يجب النظر في جميع الاتفاقات المالية التي تعقد مع أي جهات خارجية، وما يكون فيه بس ترحيب إنه شخص يأتي لك ويعدك بكم من المال فترحب به، قد ترفض هذا المال لأن هناك شروط مرتبطة بهذا المال غير مقبولة أو لا تستطيع أن تفي بها. أو قد يكون الأمر أيضا أنك ستقيم مشروعا لن تستطيع أن تديره. هذا حدث، أن تأتي مؤسسات تعطي مبالغ مالية ضخمة لبناء مستشفيات مثلا ولا تعطي ميزانيات لإدارة هذه المستشفيات. أي مؤسسة مسؤولة يجب عليها أن تقول من سيدير هذه المؤسسات؟ أين ميزانيات التسيير لهذه المستشفيات؟ لو لم يكن هناك على أي مؤسسة أن تقول لا شكرا، نحن نرفض هذه العشرة ملايين، لأنه إن لم يكن هناك عشرة ملايين مماثلة لإدارة هذه المستشفى فلا فائدة من هذه العشرة ملايين. فيما يتعلق بقضية تنفيذ ما تعلمته هنا في هذه الدورة، أنا أعطيت أمثلة عملية فيما يتعلق بالجانب المالي. أعتقد أنه يجب أن يتم، كلنا بنروح نحضر دورات تدريبية
ونعود لمكتبنا فنجد انه في كم من الورق متراكم منتظرين ان احنا نعبيه واوراق ان احنا نعملها وياخذنا خضم العمل وننسى ان احنا علينا ان نطور انفسنا او نطور طريقتنا في العمل. اقترح على كل شخص حضر هنا الدوره انه عندما يعود لمؤسسته انه يقوم باولا عمل جلسه مع الاخرين في المؤسسه لمشاركتهم فيما تعلموا في هذه المؤسسه في هذه الدوره. هذا اول شيء حتى ان يكون في توافق ذهني ما بين الافراد ويتفقوا سويا على بعض الاشياء، لا تكثروا واحد اثنين او ثلاثه من الاهداف اللي انتم تحاولوا تحققوها سويا في فتره قصيره من الزمن. يعني حضرتك تجلسي مع زملائك وتقرري معهم تقول والله تعلمنا ألف باء يا ذا في أشياء كثيرة جدا، دعونا نقول إنه في الثلاث شهور القادمة سنعمل على واحد اثنين ثلاثة بالاتفاق مع الآخرين، لأنه لوحدك في مؤسسة لن تستطيع أن تؤدي هذه الأشياء. لن يستطيع محاسب لوحده يعود محمد يقعد في المؤسسة يحاول يقنعهم إن هم يعملوا التقارير المحاسبية أو الميزانيات بصورة مختلفة، لن يستطيع وحده، فيكون في اتفاق على بعض الأشياء ويتم عملها وتوضع في خطة العمل بحيث أنه في اجتماعاتكم الدورية تتابعوا بعض في إنجازكم وبدأ إنجازكم لهذه الأشياء. في النهاية الهدف الوحدة ما بين المؤسسات هو هدف كبير ومحاولة الوصول عليه ليس أمر سهل. فبالنسبة لهذا السؤال أنا أعتقد أنا كلمت عنه قليلا، إما أن تكون الوحدة تخصصية أو بالهدف. من أكبر الأشياء اللي أرى إن هي مهم جداً في المؤسسات، كل مؤسسة على حدة تفكر فيه، إن هي تفكر في رؤياها المستقبلية. لا شك إنه في مؤسسات تعليمية صحية فهدفها الصحة، هدفها تعليمي، هدفها الأيتام، لكن لا شك إن كل المؤسسات تجتمع في رؤية إن هم يريدون شعب آمن في سوريا يعيش في أمان ورخاء ويتقدم ويروا إن الدولة بتتقدم وتتحسن. هذه رؤية، حتى تتحقق هذه الرؤية قد تختلف الوسائل وتختلف الأهميات في أوقات مختلفة. لذا أعتقد أن الوحدة ما بين المؤسسات يجب أن تتم في أن كل مؤسسة تبدأ بنفسها تفكر ما هي رؤياها للمستقبل، ثم إيه هي دورها في هذا العمل. ليس عيبا أن مؤسسة تقول نحن نرى أن دورنا فقط كان في المرحلة الحالية اللي فيها عمل الطوارئ وإحنا سنتوقف بعد مرحلة الطوارئ وإن إحنا كأفراد سننخرط في مؤسسات أخرى، ليس عيبا. أو إن المؤسسة تقول لا إحنا في المرحلة القادمة ستتغير طريقة أدائنا، يعني إيصال التعليم في حالة الناس اللي في المخيمات أو في خارج المدن في الوضع الموجود يختلف عن إيصال المادة التعليمية والناس مقيمة في المدن مع إعادة إعمار مع الوضع في العادي الذي نعلمه فيه. شكراً. أنا هعلق فقط على نقطة واحدة بالإضافة لأن هارون ضبط أغلب النقاط. ومستقبل، ما هو مستقبل المنظمات السورية وفق الواقع؟ أول شيء هذه المنظمات وجدت لحاجة، صحيح؟ وتضخمت لحاجة، يعني كان في حاجة فكثرت المنظمات وكانت هناك ضرورة على المستوى الشخصي بأن الناس مش لاقية شغل فاشتغلوا في هذه المنظمات، صحيح؟ إذا ذهبت الحاجة كله هيرجع تاني أو عدد كبير هيرجع تاني لي مكان. بمعنى إيه؟ لا تتصور أبداً ان هذا العدد من المنظمات وهذا الافراد المنتمين ليها انه سيستمر بعد حل المشكله السوريه، ما تحلمش بالموضوع ده. موسم وانفض خلاص. طيب وايه اللي هيحصل؟ هيتبقى بعض الاشياء. اقول لك انا كيف ايه اللي هيحصل من خبره في دول اخرى. في نسبه قليله جدا 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 سيحترفوا هذا العمل، ودول هيجيبوا لنا صداع في المستقبل، هيكونوا منافسين لينا، هيروحوا يشتغلوا في اليو ان اللي هما بيعرفوا انجليزي وكذا. ومن دلوقتي المنظمات بدات تختار، عارفين حازم الرحاوي راح فين؟ حازم الرحاوي ماشي يعني، وغيره وغيره هيبداوا يلقطوهم ويسافروا بيهم ياخدوهم معاهم، تمام؟ وبعد كده هتلاقيهم دخلوا المنظومه بتاعه العمل الانساني الدولي. جزء كمان قليل جدا هيشتغلوا كونسلتنتس في المنطقه المحيطه بينا، يعني لبنان والعراق واليمن والحتت دي،
دي نسبة بسيطة جدا من دول هيحترفوا بحث عمل. نسبة تانية مؤسسات هتغير طبيعة عملها. نسبة قليلة من المؤسسات هتغير طبيعة عملها ترجع سوريا وتشتغل فيها. يشتغلوا في مجال الأبحاث الإنسانية، يشتغلوا في مجال التنمية وهذه الأشياء، وهيكون عندهم خبرة ممتازة. والجزء الأكبر هيرجع لعمله، المدرسين، الأطباء، المحاسبين، المهندسين. ما تزعلوش ليه؟ وهتمر بفترة صراع داخل المؤسسات، مين يمشي ومين يبقى؟ هتحصل لكم ده، ما تخافوش. يعني السي او هيقول لنفسه ما عندوش ميزانيه، لازم عنده 50 موظف، فيها 30 موظف لازم يمشوا. فاهم ازاي؟ هيحصل كل ده، هيحصل. فاستعدوا له من دلوقتي. فانا اللي يهمنا احنا كعمال في العمل الانساني هو حقيقه اللي يهمنا ان الكوادر المحترفه المهتمه ما تتركش العمل، تستمر فيه، مش لازم هنا في سوريا، تستمر في مجال. وهذا موضوع كان يناقش على مستوى دولي، يعني ان الكوادر اللي بتخش في العمل الانساني كيف نفضل محافظين عليهم وما نخسرهمش، انهم يظلوا يشتغلوا في اوكسفام، سيف ذا تشيلدرن، في هيومن ابيل انترناشونال، في يو ان. احنا محتاجين دول، لان القطاع يفتقر الى القيادات المهمه. فاتمنى انه ده يكون مفيد بالنسبه لكم في طريقه تخطيطكم للمستقبل. طيب انا اضيف بس نقطه بسيطه كده على الادو مصطفى في النقطه الاخيره. منذ 25 30 سنه كان الوجود العربي في المؤسسات الدوليه يعني شبه منعدم الان احنا بنقول ان في شخصيات نشات في 6 سنوات الماضيه واصبحت تتخاطفها المجتمعات الدوليه والمؤسسات الدوليه. احنا بنفتخر بايه؟ بنفتخر باننا اصبحنا نؤثر في المجتمع الدولي في المسيره التي خضناها منذ اكثر من 35 سنه. وعلينا ان نغير مناخ المجتمع الدولي الانساني بثقافات متعدده. الثقافه الاسلاميه والثقافه العربيه لم تكن موجوده على الاطلاق الا من افراد. دلوقتي الافراد دول اصبحوا يعني مجاميع كثيرة، تأثيرات كثيرة، وأصبحوا في مجالس مختلفة. فاحنا بنقول يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن العمل اللي بدأت الجمعيات منذ 30 أو 40 سنة بيثمر في أفريقيا، بيثمر في آسيا، بيثمر في أوروبا، بيثمر في أمريكا، بيثمر في أي منطقة من مناطق الصراع أو أي منطقة فيها كوارث طبيعية. يعني أنا أتذكر في 2006 في ماليزيا كان أول مؤتمر يعمله واحد اسمه أنتونيو غوتيريس، اللي كان المفوض العام للشؤون للاجئين في الأمم المتحدة، اللي هو حاليا مين؟ الأمين العام. فين؟ في ماليزيا، عن رأي الإسلام في اللجوء مع الإغاثة الإسلامية. ده كان في 2006. 2018 هو أمين عام والمسيرة ماشية، مش فقط من مؤسسة واحدة، من جميع المؤسسات في العالم. ولذلك علينا أن نفرد هذه الكفاءات ونشجعها أن تذهب لتكون هي سفيرة للثقافة والقيم اللي احنا بنؤمن بها. مش مهم أكون أنا اللي باخد القرار، لكن مهم أن أنا أكون أؤثر في صناعة القرار. الان الاخت جمانة وبعدين الاخت هذه خلاص اخر معلش خلاص. طيب الاخت الاوام هنا هو لبابه، وبعدين في حد تاني بعد لبابه عشان ايه في فيدباك تاني. طيب خلاص لبابه. انا الحقيقه كانوا الاخوه عليكم عن الاخوان الاخوه عن موضوع الابحاث، فنحن كمنظمه نسائيه يعني بنهتم بالمراه من زمان. كانت لنا تجربه جيده في عمل عده ابحاث. هلا ما في ميزانيه مخصصه في منظمتنا للابحاث، لكن الحقيقه تواصلنا مع احد مراكز الابحاث والدراسات وقلنا له نحن نعمل دراسه ميدانيه تحكم عملنا وتحكم وجودنا على الارض، وانتم كمركز ابحاث تشتغلوا العمل الاخر يعني تحليل البيانات والتوصيات. فبناء على هذه التجربه وبدون ان يكلفنا شيء يعني اضافي ولا لمركز الابحاث، لان هن عندهم باحثات وباحثين، استطعنا نطالع بحثين يختصوا بالمراه، واحد من خمس
وواحد اخر طلع ايضا من شهر. شكرا. فهي احدى الحلول للبدايه لعمل الابحاث فيما يخص احتياجنا نحن كسوريا. طيب حد ثاني بعد الاخت لبابا قبل ما نختم؟ في تقييم دلوقتي ما بيعملوه. طبعا بس حضيف على الكلام بتاع الاخت لبابة ان البحث بيكون وسيله من وسيله من وسائل جلب المال. قد يتكلف البحث عند جمعيه من الجمعيات 10,000 او 20,000 دولار لكي يستطيع ان هو ياتي بمبلغ 100,000 200,000 نص مليون دولار. لان كتير جدا من المؤسسات الكبرى تبني قراراتها في الدعم على ارقام حقيقيه وعلى شراكه بينكم كجمعيات وبين جامعه محترمه او مركز ابحاث محترم. جمع التبرعات او الدعم المادي لا ياتي فقط من اللي هو الاونلاين او الحملات في المساجد او في الكنائس او لا، ياتي ايضا من الابحاث. فلذلك نهتم بالبحث حتى نستطيع اننا نجلب الاموال ونؤثر ايضا في بناء المجتمعات. النقطة اللي اتكلم عليها مصطفى واتكلم عليها اخونا خالد في الاول اللي هو المشاريع البيئية الغير مدروسة خاصة المية. المية مصيبة في الصومال، مصيبة كبرى، وكينيا مصيبة كبرى، والصحراء والدول بالساحل والصحراء اللي هم في الغرب كلهم في افريقيا. وكنا بنحفر كتير من الابار، دي معناه اننا بناخد من مخزون المية اللي في الارض. يعني أنا اشتغل مرتين بعناية في سنة واحدة في جيبوتي وفي نفس السنة مرة تانية في منطقة اسمها الصوماليلاند في شمال الصومال. بتنزل كل سنة، لأن ربنا لا يخلق مكان على الأرض إلا وليه رزق، إلا وليه رزق. اللي يقول لك إحنا فقراء جزمتك أقرب لرأسه منا. فيش أبدا ربنا ما خلقش أرض ولا مكان في الدنيا دي إلا وفيها رزق. مش يكفي بس من أيام سيدنا آدم، لا ده يكفي بعد 500 سنة، لأن ربنا يعلم بعلمه اللدني إن على الأرض دي هيعيش 500 مليون أو 1000 مليون. فالمقدرات اللي حددها ربنا في أرض هذه في الأرض هذه دي 1000 مليون، مش 20 مليون عايشين فيها دلوقتي. وأنا في جيبوتي شفت المطر نزلت الساعة 9 صباحا، ده بيقول المثل ده. مية الأمطار اللي نزلت المحيط تعد ب يعني ملايين الأمطار المكعبة، وما فيش أي سد أو أي وسيلة إنها تخزن. شفتها مرتين في عام واحد. فلما بسأل الشباب هناك اللي ممكن مع والد نلف، قال لي بتحصل عندها كل سنة 4-5 مرات المطر بينزل. طب ربنا هيعمل لكم إيه؟ جاب لكم المية عندكم، ما عملتوش سد، ما عملتوش حواجز، ما عملتوش كذا كذا كذا، وجايين بتشحتوا. كذلك في الصومال، الصومال حصلت لنا واحنا في 2016 ان العربيات بتاعتنا من شده السيل انجرفت منهم عربيتين. كانوا هيموتوا الشباب فيهم. طب وبعدين؟ ما بردك نفسك رايح لنفس المحيط. اما انا بدل ما اعمل سد اروح اجيبها من تحت الارض. اروح اجيبها من تحت الارض، هي مش موجوده اصلا. فلذلك عقليه الجمعيه لابد ان تتغير. وان نرجع للنقطه الاخيره اللي هو مش التوحد، يعني اللي هو العمل سويا، الشراكه اللي كنتوا بتتكلموا عنها، ان احنا نقعد مع بعض نبني في كل منطقه سد. كان يكلف 4 مليون او 5 مليون، لكن ده هيخلي المنطقه دي تتنمى في الى ما شاء الله. لكن كل واحد فينا يجري بسرعه عشان البيت ب 50,000 ولا ب 20,000 ولا ب 100,000، ده فينكش حنكش. ما ينفعناش. بطلنا بقى. احنا خرجنا من الابتدائي ودخلنا على الاعدادي وفي الثانوي ودلوقتي وداخلين الجامعه. هنرجع نشتغل بشغل الحضانه، لان المتبرع اللي احنا بناخد منه فلوس الفردي ده لابد ان انتوا تغيروا ثقافه فكره او ثقافه فكرها. احنا عايزين نحول الايات القرانيه والاحاديث الى مشاريع سستينابل، يعني ايه مشاريع مستدامه، مش صوره، مش اغنيه، مش لقطه، لا، بمعنى لازم نعلمهم. ولازم احنا نتعلم ان كلنا نشترك في بناء مشروع كبير. فمن خلال التقييم كنا نكون رقم من 1 إلى 5 بالنسبه للسؤال فيثا. بعد ما نخلصوا هلا بكره حنكون ان شاء الله الساعه 9 موجودين هون.
حنحاول نخلص على بكير 4:30 بسبب مواعيد السفر. كان طلبوا مني بعض الشباب انه نزيد للساعة 6 أو 7 في خاصة في وش حوكم المالي، لكن للأسف أعتقد أنه ما حتزبط لأنه في مواعيد سفر. فبتخيل هيك برنامجنا بكرة إن شاء الله. ملون إذا سمحتوا نبدأ الساعة 7؟ لا نبدأ الساعة 7 ما تعتقد مش بإيدي. أعطوني بدأ الساعة 7 يا رأي. الله يعطيكم العافية، شكرا جميل. بكرة الصبح، بكرة الصبح الفيدباك حيكون أفضل لأنه انتهى الوقت. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا. السلام عليكم.